عالم يتهم فيه القوي الضعيف، والأغنياء يزدادون فيه غنى كما أن الفقراء يزدادون فيه فقرا. يقول أصحاب الفكر الرأسمالي أن الفكر أو القاعدة أو الاقتصاد الرأسمالي قائم على أساس الحرية الاقتصادية، بمعنى هم يقولون أن السوق سيعدل نفسه بنفسه بدون حاجة إلى تدخل أو تنظيم من الدولة، لكن الواقع يقول بخلاف ذلك. الواقع يقول أن الأغنياء هم فقط وحدهم القادرون على الاستفادة من هذه الحرية، من حرية السوق، قادرون على الاستفادة في مراكمة ثرواته، مما أدى كما هو حاصل الآن إلى تكدس الثروة في أي فئة قلة قليلة من الناس. تشير التقارير الاقتصادية الغربية أن 85 شخصا من أغنى أغنياء العالم يملكون ثروة تعادل نصف سكان العالم فقط، يعادلون ثروة 3.5 مليار نسمة. فتكدس الأموال في أيدي كل من الناس أوجد المجتمع طبقية هائلة، طبقة محدودة جدا من الفقراء تعيش في منتهى الترف والرفاهية، وطبقة غالبة عظمى من مسحوقة من الفقراء يعيشون في فقر مدقع، فتتسلط تلك الفئة القليلة على الكثرة الكاثرة وتسخرهم لخدمتها. وهذا النظام مر بأزمات متوالية، وآخرها كانت تلك الأزمة التي كانت قبل حوالي 10 سنوات، وظهرت من بعض عقلائهم، من بعض منظري ذلك النظام، دعوات إلى ما يسمونه رأسمالية أخلاقية، بمعنى أن تكون هناك شيء من المبادئ والقيم تحكم هذا النظام، لأنهم يرون آثاره ومدمره. ولكن المشكلة هي أن هذه الدعوات لا تلاقي صدى، ولو لاقى الصدى فإن الأهم من هذا كله هو أنهم من أين يأتون بالأخلاق، وما مقياس الأخلاق عندهم، وما هو مصدرهم. هم لا يعترفون بالدين والأخلاق والقيم أن لها دوراً في ضبط آليات الاقتصاد والنظام الاقتصادي. فهذه الدعوات مهما كانت، يعني وأذكر أنه قبل فترة أو في تلك الفترة الأزمة العالمية جاءت وفود حتى أنها تبحث عن قضية النظام الإسلامي، بماذا يتميز النظام الاقتصادي الإسلامي. ومن ضمن لقاءاتهم كانوا يعني الشيخ خليل يذكر أنهم قد زاروا وفود من أولئك الاقتصاديين يبحثون يتساءلون عن مميزات الاقتصاد الإسلامي، فكان حواراً بينهم. لكن الشيخ الخليل ذكر وقال الإسلام ليس قطع غيار، بمعنى أنه لا يمكن أن تأخذ من الإسلام جزء من جزء، لا يمكن، ولو حاولوا أن يستفيدوا من قضايا الإسلام، لكن القضية الاقتصادية الإسلامية مبنية على أسس غير موجودة عند أولئك الناس، مبنية على قيم وعلى مبادئ، ومبنية أكثر ما تكون على مراقبة الله سبحانه وتعالى. وعلى العموم فهذا النظام مهما قال فإن أهل أو العقلاء من أهل الغرب هم يبشرون بانهيار، وهم يقولون بأنه في طريقه إلى التفكك والانهيار والزوال.